بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أبدأ قولي هذا والله ولي التوفيق، بعد كل الذي دار وحصل بيننا من مساجلات وتبادل أطراف الحوار عن نقاط معينة مع الأخ الطراجي مصطفى، وددت أن أوضح شيئان. الحوار الوطني لن يغيب وسيستمر، وقولي ما نتخلى عن الإسلام أو التصوف فهذا كان زلة لسان وأنا أتراجع عنها وأتوب إلى الله، فهذا صدر بدافع القهر والظلم الذي أدخلت فيه وكنت مندفعا في ظل الظروف المحيطة وبائسا من النزاعات والصراعات التي تمر بها البلاد اليوم. اليوم نحن نشهد حملة تدافع بالأكتاف والأقعب، والتدافع يكون إلى الخير وفي الخير، وصح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. سلامة القلب علامة خير عظيم، فليقم الحوار صلاح يحمي من الخصومة والبغضاء، فلنخاطب الأمة بكلمات باغية قادرة على إيصال المعنى بين الأطراف والأحزاب، فلنحافظ على هويتنا، فلنناضل بالقلم واللسان والفعل من أجل أن نصل للهدف المنشود. وحواري مع الشباب لن يغيف، ودعوتي مواصلة لمسيرة من أجل شباب وطن نظيف. وحتى لا أنسى كل من كتب كلمة وشن هجوما علي أتركه دواما للغضب، ففي حقي وصراخ الأصوات الحاقدة فهي لن تحجب الحقيقة والظلم، وليشمل الحوار الدعوة للسلام والخير والكفاية للسودان، والله من وراء الغصب. شيخ الليم.